بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة غرباء الشام للإعلام تقدم. الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته وتوحد بجمال جبروته، له الصفات المختصة بحقه والآيات الدالة على أنه غير مشبه بخلقه، فسبحانه من إله أذهل العقول عن الوصول إلى كنه ذاته الأبدية، وأدهش الخواطر عن الإحاطة بجليل صفاته السرمدية، وهو المعروف بالربوبية والموصوف بالألوهية. من ذاق حلاوة أنسه رأى من لطفه العجائب، وظفر منه بنيل المآرب، ومن أمل سواه أبعده وأشقاه. أحمده حمد عبد غرق في طاعته فهام في محبته، وأشكره شكر موقن بوعده ونصره رغم ابتلاءاته ومحنته. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. سبحانك سبحانك، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، ومن كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه. سبحانك سبحانك، الأمر أمرك، والملك ملكك، والحكم حكمك، والبلاد بلادك، والعباد عبادك، وأنت الله تفعل ما تشاء وما تريد. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنا الشوك والمحمى من الأبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. وأشهد أن القائد والقدوة محمد رسول الله، طلع في أفق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه، أرسله الله بالبيان فأظهر دينه القويم على سائر الأديان، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الغمة، جاهد في الله حق الجهاد، عبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. قرآن ربك يا محمد عزنا، ونظامنا الداعي لعيش أرغدي. اللهم صلي وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم،
وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلماتي. رباح رباح رباح، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد، أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. يا عباد الله، يقول مولانا جل في علاه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قاعدة مطلقة مضطردة، لا استثناء فيها ولا انقطاع ولا تغير ولا تبدل، مهما كانت الظروف، مهما كانت الأحوال، سواء كنا في حالة مد أو في حالة جزر، سواء كنا في حالة هزيمة أو في حالة نصر، سواء كنا في حالة استعلاء أم في حالة تدني. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا وعد لا يتخلف، وهذا أمر لا يتغير. وعلى هذا الأساس، المؤمن يحمل نفسية المهاجم دائما وأبدا، مهما يكون واقعه ضعيفا عاجزا مشرذما مبتلا ممتحنا. المؤمن يحمل بين جوانحه نفسية مستعلية بإيمانها بربها، بإيمانها برسولها، بإيمانها بكتابها. المؤمن نفسيته نفسية مهاجمة، لا تعرف يأسا ولا قنوطا ولا إحباطا، بل لا يسمح المؤمن أن يصل اليأس إلى قلبه، أو أن يلامس العجز والذل شغاف فؤاده، مهما كان الظرف أليما ومهما كان الواقع مؤلما. المؤمن يحمل نفسية المهاجم دائما وأبدا، فإن كان يعيش واقعا مرا، واقعا فيه انكسار أو فيه اندحار، أو ضرب حوله من الكفار حصار، فإن هذا المؤمن لا يكتفي بأن يحافظ على ذاته واستعلائه وحسب في هذا الواقع المر، بل يضع ألف خطوة ويرسم ألف مرحلة، يبدأها بالحفاظ على الذات استعلاء ويقينا ونفسية مهاجمة، ثم يسعى إلى أن يخرج من الواقع، ثم يسعى إلى تغيير الواقع، ثم يسعى إلى أن يعيد رسم الواقع، وأن يعيد خطوط خارطته كما يرضي رب السماوات والأراضين. إنه لا يعرف انهزاما مهما كان الأمر صعبا، ولا يعرف عجزا مهما كانت المحنة شديدة. انظروا إلى نبيكم عليه الصلاة والسلام في مكة، يعذب، يضطهد، يستهزأ به، تشاء حوله الأراجيف والأقاويل، وهو ساجد يضعون فرس الجدور على ظهره، ينثرون التراب على رأسه، يبصقون في وجهه بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، يضعون الأذى والقاذورات في طريقه، يتهمونه، يكذبونه، يصدونه،
يردونه، يخرجونه، يحاصرونه، يضيقون عليه وعلى أتباعه. ولكن رغم كل هذا يبشرهم بالويل والثبور، ورغم كل هذا ينذرهم بالزوال والانتهاء والانقراض، لم يحني يوما رأسه، ولم يتضعضع، ولم يسكت على ذيم ولا على ذل، وبقي صاحب نفسية مستعلية مهاجمة، وكان يوصي من حوله صبرا: فإن موعدكم الجنة. كان يقول لمن حوله في مثل هذا الظرف: والله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يمشي يوما بين أندية قريش فيستهزئون به، ويقف أبو جهل فيبلغ في الأذى، فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم شامخا عزيزا رافع الرأس والهامة، يرى قادمات الأيام ويرى أن النصر له ولمن معه، ولو بعدت الشقة، ولو عظمت الضريبة، ولو كان المسار مخضبا بالدماء والابتلاء. يلتفت إلى أبي جهل وهو الضعيف المستهزأ به المحاصر المأذي الذي يقتل أصحابه من حوله ولا يملك دفع الضر عنهم. يلتفت إلى أبي جهل يقول بلسان الواثق بربه: أو تستهزئون؟ لقد جئتكم بالذبح والله، لقد جئتكم بالذبح. فيرتعد أبو جهل ويقول بلهجة فيها لين: يا أبا القاسم، ما كنت جهولا قبل الآن؟ قال: بل أنت الجهول. ومن حينها صار أبا جهل. النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يوما في سكك مكة حزينا كثيرا لشدة الابتلاء وتعاظم المحنة عليه وعلى أصحابه، فيمر برجل من قريش يدرب مهرا له، فيقول له القرشي الكافر: يا محمد، انظر إلى هذا المهر، إني أربيه وأدربه لأقتلك عليه قريبا. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: بل أنا قاتلك إن شاء الله. ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الرجل في كل غزواته ومعاركه، لأنه يقول: أشد الناس عذابا من قتل نبيا أو قتله نبي. يا عباد الله، انظروا إلى بلال وهو على الرمضاء في حر الظهيرة والشمس، والصخر على صدره، والصياط تأكل من جسده، ولا يعطيهم كلمة يفرحون بها، ولا يزيد على أن يقول أحد 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 أحد، واثقا عزيزا شامخا ذا نفسية مهاجمة مستعلية. قيل له: يا بلال، ألا تشعر بالعذاب؟ فيقول: مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب، فما عدت أشعر بالعذاب. انظروا إلى خبيب على خشبة الصلب، ترميه السهام فتخترق جسده وتأكله السيوف والرماح، ويقولون له: يا خبيب، قل كلمة تشتم بها محمدا، قل كلمة تكفر بها بدين محمد، ونحن نخفف عنك العذاب. وإذا به ينطلق صوته رغم الدماء ورغم الجراح ورغم أنه مصلوب، ينطلق صوته لا ليسمع كفار زمانه، ولا ليسمع معذبيه من حوله، بل ليسمع سمع الزمان إلى امتداد الزمان، وهو يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في دين الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. هذا أنس بن النضر تخترمه الرماح في أحد، فيدخل الرمح من صدره ويخرج من ظهره، فتتناثر دماؤه،
فيأخذ منها ويمسح وجهه ويقول: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، ريح الجنة إني لأجدها دون أحد. أو ترون المؤمن وهو معذب مستعلي، وهو مقتول مستعلي، وهو محاصر مستعلي، وهو يمتحن بكل صنوف المحن مستعلي. أقول هذا مقدمة لما أريد الدخول فيه. يا عباد الله، لنا العزة، لنا العزة رغم كل الواقع المر الذي نعيش، رغم جرائم أعدائنا في العراق وفلسطين وأفغانستان، رغم المؤامرة الحمراء، رغم المخططات السوداء، رغم أن إخواننا يقتلون في بيت حانون وأعداؤنا يبررون قتلهم بدم بارد، رغم أننا نتهم بالإرهاب ونحن أصحاب الحق، ونتهم بالتطرف ونحن نذبح ليلا نهارا كذبح النعاج، يا عباد الله، رغم مئات آلاف القتلى في شوارع عراق، في كل يوم 100 قتيل مجهول الهوية، منحور أو مطعون أو مقتول برمي رصاص لا يدرى قاتلهم، 800,000 من إخواننا في العراق كلهم قتلى الشوارع لا يعرف قاتلهم، آلاف في فلسطين ما بين قتيل وسجين وأسير ومشوه. يا عباد الله، رغم كل هذا البطش الكفري، ورغم كل هذا الصمت الدولي، ورغم كل هذا التخاذل الإسلامي والعربي من الحكومات والقادات، فإننا لنا العزة رغم جراحنا ورغم دموعنا ورغم آهاتنا ورغم صرخاتنا، وما زلنا نحمل بين الجوانح نفسية المهاجم. وسيأتي اليوم الذي تبدل فيه الأدوار، وتلك الأيام نداولها بين الناس. سيأتي يوم نرفع هامتنا ورايتنا، سيأتي يوم نحرر أرضنا ونسأر لعرضنا، سيأتي يوم سنرى البسمة على شفاه القدس والأقصى، سيأتي يوم يتحرك أهل العراق أهل العصائب السوداء برايات الحق نحو القدس زاحفة مع جنود الشام، سيأتي يوم تبدأ فيه الملاحم وينطلق صغارنا قبل الكبار ونساؤنا قبل الرجال يتسابقون إلى الجنة لا يوقفهم أحد. سيأتي يوم ستتخلص أمتي من وهنها، من تبرير عجزها، من فلسفة ذلها، ستنهض أراها كما أراكم وأرى مصارع الأعداء منذ الآن. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ بلى، إن الصبح بقريب أيها السادة. فيا هؤلاء، يا من تتكلمون عن أسلحة أمريكا، عن صواريخها العابرة القارات، عن قنابلها الذكية، عن أساطيلها، عن بارجاتها، عن جيشها التكتيكي التكنولوجي المتطور، اقرأوا في مقابل هذا عن قدرة الله وعن قوة الله وعن جنود الله وعن بشائر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلكم تقرؤون واقعا ذليلا ولا تقرؤون البشائر. أما سمعتم نبيكم يقول: سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار؟ أما سمعتم حبيبكم يقول: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر؟ أما سمعتم رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن روما وإني لا أرى جند الإسلام قد علقوا سهامهم بأشجار الزيتون؟ أما سمعتم يا عباد الله بأنه ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة بعد القتل والعذاب، بعد الفرقة والتنازع، بعد الانشقاقات والتمزق، راية الدين قادمة، شاء من شاء وأبى من أبى، هذا قدرنا أيها الموحدون. طريقنا طويل، قل فيه الناصر وكثر فيه الخصم وتجبر فيه العدو، ولكن النهاية لكم، لأنه يكفينا أن ناصرنا هو الله. أتعلمون من هو الله؟ أتعرفون من هو الله؟ الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي ربي أن أتحدث عن ملك من ملائكة السماء. ملك واحد أذن لي ربي، هذا جندي واحد من جنود الله،
أن أتحدث عن ملك من ملائكة السماء ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 1000 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 1000 عام. الأمر بيد الله، ما زال وسيبقى، وما هذه المظاهر من انكساراتنا وجراحنا إلا ابتلاءات التمحيص، إلا امتحانات الاختبار لتمايز الصفوف. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. فيا عباد الله، حافظوا على استعلاء نفوسكم، فهذا أقل المطلوب الآن. إياكم وفلسفة العجز، ما قتلت أمة إلا بأن يصيبها إحباط ويأس من داخلها، وتشعر بعقدة النقص والانهزام أمام أعدائها. إنها مرحلة عابرة، قد مر مثلها كثير، وقد يمر بعدها كثير، ولكن الأمر لا يبقى على حال أيها الأحباء. وفي النهاية ختام الأمر لله ولرسوله ولعباد الله في كل زمان وفي كل مكان. يا عباد الله، قد مر علينا في الأيام الماضية أحداث كثيرة مؤلمة محزنة نتوقف عندها، ولكن آخذ منها 2 من المواقف لا بد من وقفة، لأنها شغلت الناس، شغلت الأعلام والإعلام والأقلام، شغلت مجالس الناس وأنديتهم، يتحدثون، يحللون، يتكلمون. الأمر الأول أو الحدث الأول، إعلان حكم الإعدام في رئيس العراق السابق صدام حسين. وقفت لكي أقول قد أعلنوا حكم الإعدام وحاكموه، وقالوا بعدلهم وحريتهم وديمقراطيتهم سيشنقوه، ولكن دعوني أتجاوز شخص صدام لكي أقول من الذي يحاكم من أعدم العراق بكله؟ من سيحاكم قتلة العراقيين بمئات الآلاف؟ من سيحاكم أمثال صدام وما أكثر أمثال صدام بماضيه؟ ما أكثرهم وهم ما زالوا يقبعون على الكراسي والعروش، يخونون الأرض، يبيعون الشعوب، يتاجرون بدماء الشهداء في فلسطين والعراق، تحت الأقبية وفي الأقنية يقبلون الأيادي الأجنبية، ويركعون عند النعال الأمريكية، ويتمسحون بأرض أمريكا ويطلبون منها الوصاية والوصية. من يحاكم هؤلاء الخونة؟ من يحاكمهم؟ صدام؟ أقل ما في الأمر أنه دفع الثمن، دفع الثمن، خسر عرشه وملكه وأبناءه، وخسر كل شيء. صدام يكفيه أنه الآن يحمل قرآنه ويردد شعار الله أكبر في وجوه المحتلين. صدام يكفيه أنه يحاكمه الأمريكان وعملاؤهم وأذنابهم، فمن يحاكم البقية؟ أولئك الذين يظهرون السرور. وهل جريمتهم أقل من جريمته؟ لا وربي، ولكن الشعوب لا تعي ولا تعقل. يا عباد الله، إنني لا أريد أن أقف عند شخص هذا الرجل، فسيكون مآله بين يدي الله. إن حسنت توبته بعد محنته يقبل، وإن كان ما زال يظهر خلاف ما يبطن فحسابه على الله. ولكن حاكم صدام، فمن يحاكم من ذبح العراق وقتله؟ من يحاكم من قاوا بمجزرة بيت حانون وبيئات المجازر قبلها في فلسطين؟ من سيحاكم بوش؟ من سيحاكم أولمرت؟ من سيحاكم شارون؟ من سيحاكم الأزلام الأقزام من حكام العرب والمسلمين؟ من؟ يا عباد الله، لا نقف عند ظاهر الحدث، ولكن إعدام صدام في العراق وإعدام الفلسطينيين في بيت حانون رسالة مشفرة إلينا حكاما وشعوب. أما صدام فيخاطبون به الحكام جميعا،
تريدون أن ترفعوا رأساً رغم تعاظم المحنة وتململ الشعوب؟ هذا هو مصيركم. لن نكتفي فقط بإزالتكم من ملككم وحكمكم، ولكن سنحكم عليكم كما حكمنا على أقواكم. وأما مجزرة بيت حانون موجهة لنا نحن الشعوب، موجهة لنا بأن سلاحهم يطالنا، وبأنه من يريد أن يرفع رأساً أو أن يتململ على طغيان الأمريكان واليهود سيذبحونه ويقتلونه بدم بارد. ولكن ما زلنا نحمل نفسية المهاجم، كيف لا كيف لا. وأنا أرى امرأة على شاشة الجزيرة اليوم بعد صلاة الفجر في فلسطين قتل أبناؤها، تقول وتسمع العالم: لا تنشغلوا بدموعي فإنما هي دموع الوداع لأبنائي وأحبابي. ولكن هم على طريق الجنة، وهذه ضريبة الحرية والنصر والمقاومة. مع السلامة يا أولادي، مع السلامة، سبقتمونا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قلت يا لله، شعوب تفرز لنا هذا النموذج لن يستطيعوا إذلالها ولن يستطيعوا إخضاعها أبداً. وتململ بعض الحكام على هذا النير التعسفي يؤكد على أن هناك بارقة صحوة واستيقاظ ونهوض هنا وهناك من أجل هذه الأمة ومن أجل قضيتها ومن أجل ما تعانيه من آلام ومحن. يا عباد الله، أقف عند المحاكمة وعند المجزرة لكي أستحضر المنطق الفرعوني، منطق طغاة الأرض في كل زمان ومكان، وأضحكوا وقلبي يتمزق حزنا. قلت: إن من يحاكمون صدام أو يعدمون شعب فلسطين أليس منطقهم منطق فرعون يوم قال: يا قوم ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يقول عن موسى بأنه سيظهر في الأرض الفساد. فرعون صاحب الديمقراطية والحرية، وموسى صاحب رسالة الفساد والتبديل والتغيير. بهذا المنطق المعوج يحاكمنا فرعون العصر بوش، يحاكمنا طاغوت العصر أمريكا. المقاومة هم الذين يظهرون الفساد، الشرفاء هم الذين يظهرون الفساد. فالخطاب: ذرونا نقتلهم. وللأسف للأسف للأسف ليست الجريمة النكراء في منطق الطغيان وفي فعلهم، إنما الجريمة النكراء في صمت الشعوب والأمة، صمت العاجز المشلول الميت. يا عباد الله، يا عباد الله، آن الأوان أن نبدي حراكا يبدأ بدواخل أنفسنا استعلاء وهمة، ثم يبدأ بخطى هادئة ومحاور متعددة وثغورا كثيرة وأدوارا متكاملة. ننهض بأمتنا رويدا رويدا ونمزق ثوب ذلها وعارها وشنارها. قلت أبيات من وحي هذه الآلام من مجزرة العراق إلى مجزرة فلسطين، إلى المجزرة المعنوية التي نعيشها نحن القطعان الآدمية على مسرح الأمة العربية والإسلامية. أقول وقد دفعني الألم لهذا القول من أجل أن أحافظ على استعلائي وأن أزرع في نفوسكم استعلاء. أقول: الشمس لا تزول، الشمس لا تزول، بل تنحني لمحو ليل آخر في ساعة الأفول. الشمس لا تزول بل تنحني لمحو ليل آخر في ساعة الأفول. أقول: يبالغ القيظ بنفخ ناره وتسطل المياه في أوارها، لكنها تكشف للسماء عن همومها وتكشف الهموم عن غيومها، وتبدأ الأمطار بالهطول فتولد الحقول. أقول: تعلن عن فراغها دمدمة الطبول، طبول أمريكا وأعوانها وكلابها، والصمت إذ يطول
ينذر بالعواصف الهوجاء من شعبنا من أمتي يحمل وعدا صادقا بثورة السيول. أقول كم أحرق المغول، كم سحقت سنابل الخيول، كم دمر الصليب في حملاته وشرح ذا يطول. وقبل هذا كله كم رد من نبي، كم صد من رسول، كم طفقت تبحث عن عقولها العقول في غمرة الذهول. وبعد هذا كله أعود فأقول أخاطب من ذكورنا رجالنا رجالنا الفحول. أقول ها أنت ذا تقول، ها هو ذا يقول، ها هي ذي تقول، وها أنا أقول. من يمنع القول من الوصول؟ من يمنع الوصول للوصول؟ فلنبذر الحبوب وسنحصد المحصول. أقول عودنا الدهر على تعاقب الفصول، ينطلق الربيع في ربيعه فيبلغ الذبول، ويهجم الصيف بجيش ناره فيسحب الذيول، ويعتلي الخريف مد طيشه فيدرك القفول، ويصعد الشتاء مجنونا إلى ذروته ليبدأ النزول. أقول لكل فصل دولة لكنها تدول، لكل كفر صولة لكنها تزول. أقول قولي وأستغفر الله. اللهم هل بلغ، اللهم فشد. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله قائد الغر المحجرين والأبطال الميامين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرًا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيًا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان. فإنه جل في عليائه يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم على سيدنا محمد. ارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ظهير اللاجئين يا جار المستجيرين يا صريخ المكروبين يا معين العاجزين يا دليل الحائرين يا أمل المذنبين يا غاية الراجين يا حبيب الصادقين يا محبوب المخلصين يا من لا يحجبه سمع عن سمع يا من لا تغلطه المسائل يا من لا يتبرم بإلحاح الملحين. كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ يا دائما لا فناء ولا زوال لملكه، تداركنا بلطفك فإنا ضعفاء وأنت القوي، وإنا فقراء وأنت الغني، وإنا مغلوبون وأنت النصير، وإنا عاجزون وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار. إن أمريكا طغت في البلاد فأكثرت فيها الفساد، فصب عليها ربنا سوط عذاب إنك لبالمرصاد. اللهم زلزل أركانها، اللهم حطم بنيانها، اللهم أغرق بوارجها، اللهم اخسف بقواتها، اللهم قتل قاداتها،
اللهم ارجعها مذعورة مدحورة عن بلاد المسلمين. ربنا ربنا تعاظم كيد أعدائنا فلا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، رد هذه الأمة إلى رحاب دينها ردا جميلا. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين يا الله. اللهم اجمع صفوفنا، اللهم أصلح حكامنا، اللهم أصلح علماءنا ودعاتنا، اللهم أصلح شبابنا وشيبنا ورجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا، واجعلنا محلا لنصرتك وأهلا لغارتك، ودبر لنا ولهذه الأمة فإنها ما عادت تحسن التدبير. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا كريم. أحينا حياة السعداء، أمتنا ميتة الشهداء، ارزقنا بينهما صلاة في الأقصى محررا مطهرا. كل إخواننا في فلسطين والعراق، كل المستضعفين هناك، أطلق سراح المأسورين يا الله، أطلق سراح المأسورين يا الله، وكل عبادك المجاهدين والمقاومين. اللهم ربنا ورب كل شيء، ومليكنا ومليك كل شيء، تخلى عنهم وعنا كل شيء، فكلنا ناصرا ومعينا، كلنا ناصرا ومعينا، كلنا ناصرا ومعينا. سدد رميهم في فلسطين والعراق، سدد رميهم يا الله، صن أعراضهم يا الله، احقن دماءهم يا الله، احقن دماءهم يا الله، أمدهم بأمدادك الخفية الجلية، أعنهم بعونك، أعنهم بعونك، وأغثهم بقوتك وقدرتك يا رب السماوات والأراضين. اللهم إننا لا نملك الآن شيئا سوى آهاتنا ودمعاتنا وصرخاتنا وصيحاتنا، اللهم فحولها حمما تنزل على رؤوس الكافرين، اللهم حولها قذائف تنزل على جيوش المعتدين. اللهم أرسل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، واجعلهم كعصف مأكول. رد الأذى عن هذه البلاد، احمي وطننا المتبقي من بقاع الأرض شامخا. اللهم لا تلوثه بجيش معتدي، اللهم لا تلوثه بأقدام العملاء. اللهم احفظ سوريا قلب الشام ونبضها، اللهم اجعل أهلها أهل الملاحم، واجعلهم طريعة النصر للأمة في مشارق الأرض ومغاربها. وحد كلمة حاكمها ومحكومها، وحد كلمة حاكمها ومحكومها، وسيرهم تحت مظلة الرضا إلى خنادق المواجهة والمجابهة، فما عاد للأمة بعدك من أمل سواها يا رب الأراضين والسماوات. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.